بعد ما اخدنا الاوبن فايل دي وازاي نفتح الفايل وعرفنا فلاجز العجيبه دي في برضو ازاي ناخد نجيب نجيت انفورميشن اباوت ايه اباوت الفايل اللي احنا كريتناه دوت. فعشان نعمل دوت الدنيا بسيطه جدا. انا هاخد الفايل ده كده على طول اكمل عليه عشان الوقت. فاقول مثلا اسميه get file information. ماشي هكذا طبعا مش يعني ال HTTP و create server مش هتكلم عليها. انا هتكلم هنا على الفايل ده. بدل ما انا هقول له open انا هقول له المرة دي حاجة اسمها state. خلاص state ديت الفانكشن دي اللي هي مقصود بيها get file status. اي get file status يعني حالة الفايل ده ذات نفسه. اول حاجة بتاخد الباث بتاع الفايل. وفي الحالة بتاعتنا دي هو نفس الفايل اللي احنا كريتناه قبل كده. ماشي يبقى هنشوف الستيتس بتاعت الفايل اللي احنا عملناه. ده البارامتر الاول. البارامتر الثاني في الميثود اللي اسمها ستيت هي الكول باك فانكشن. يعني مفيش عندنا نوت حاجه زي اللي كنا عملناها في الاوبن قبل كده اللي هي الفلاجز. لا الكول باك فانكشن بتاعتنا اهي حطيناها. ماشي الكول باك فانكشن بتاعتنا بيريتيرن ليها الايرور. بس مش بيرتن بقى الاف دي بقى بيرتن ليها الايه الستيتس اللي انت عايز تشتغل عليها. الستيتس اللي انت ايه اللي هي المفروض الريتيرند فاليو دي بقى القيم اللي محمله بالمعلومات عن الفايل اللي انت بتشوف حالته ايه. طبعا اف ان في ايرور هتطبع على الكونسول دوت ايرور مفيش مشكله. خلاص ممكن نطبع على الكونسول اي حاجه ثانيه زي ما طبعنا الاف دي. لا هقول لك اطبع لي الستيت ستيتس زي ما احنا كاتبينها كده يعني في الكونسول وريني الستيتس ديت. خلاص وعشان نشوف نتيجتها ايه يعني. وممكن في الفايل ذات نفسه اللي احنا بنرميه على الشاشه انا هقول له فايل تكست على HTML وهرايت هقول له امشي الكونتنت هقول له الفايل ستيت الحاله بتاعته او ستيتس الحاله بتاعته واطبع الايه الستيتس. وممكن برضه استفيد من الستيتس دي في كذا حاجه ثانيه حلوين جدا مهمين يعني او من اكثر الحاجات المهمه. في معلومتين مهمين جدا بحب دايما اعرفهم عن الفايل بتاعي ده. هو ده فايل ولا دايركتوري؟ يعني ده فايل ولا فولدر؟ عشان اقدر اتعامل من خلاله. طبعا المفروض نقدر كاريت الفولدر وكاريت الفايل. احنا بنكاريت الفايل ممكن برضه نقدر نكاريت الفولدر. ف هقول بس is file ولا لا؟ عايزين نشوف بس هو is file. هو هيرجع لي ترو فولس. هتقول بقى ازاي يجيبها زي ستيتس زي ما هي بس دوت في شويه فانكشنز هو بيدهاني زي كلها بتبدا باز وهو بيرد عليا بايه يا ترو يا فولس. في عندي از فايل فيرد عليا هو فايل ولا لا. وفي از دايركتوري فيقول ده فولدر ولا مش ايه مش فولدر. طبعا في از بلوك ديفايس بلوك ديفايس ولا از كاركتر ديفايس ولا فيفو في اف اي اف او في انفرست اوت ولا سوكت ولا سيمبوليك لينك. اللي تعرفه معاك تستخدمه استخدمه مش عارف تستخدمه مش مشكله. لكن الفايل والفولدر كل الناس المفروض ان هي فاهمه. فانا قلت له از فايل فالمفروض ده يرد عليا يريتيرن ليا ترو اور فولس. وهنا اقول له از فولدر خلاص. وهنا اقول له از دايركتري ولا لا. فالمفروض ان هو يرد عليا ان هو طبعا دي فانكشن هنعمل لها كده. واز فايل دي برضو ايه فانكشن نعمل لها كده. ماشي نقدر دلوقتي نرن البتاع الجميل ده. معرفش ليه انا بحب ارن بالدوس العجيب ده رغم ان احنا ممكن زي ما اتفقنا نرن من جوه الفيجوال ستوديو. بس عشان يبقى انا دايما فاصل الاي دي اي عن الايه عن الشغل عشان الكورس يفيد كل الناس اللي بتتعلم الموضوع دوت حتى لو ما بتشتغلش بالفيجوال ستوديو كود يعني. فاقول له نود وهتكلم على جيت فايل info node.js. كده المفترض ان هو رن. انا مش فاكر كان البورت بتاعنا كام. 8080 اقول له اوكي 8080 هو لسه ما رنش هنا. بس هو رمالي هنا في ال في اللي اسمه دوت في الكونسول هنا
قال لي بقى الديف مش عارف ايه المود الانلينك مش عارف ايه البلوك سايز السايز ذات نفسه كام الحاجات الجميله دي كلها رماها لي هنا اهو. دي كل الستيتس اللي هو بيجيبها عن الايه عن الفايل ان هو اللي هو اشتغل عليه اللي هي بسبب الامر انه امر ده يعني ده طبعا بسبب الكونسول دوت لوج والستيتس كلها اللي جايه لي خلاص. ده المفروض طبعا ده يطبع على الشاشه بتاعتنا الستيتس واجيب هو از فايل ولا از دايركتري ولا لا بس دي على الويب بيج المفروض تطلع ان دي ريسبونس دوت رايت اما دي كونسول دوت لوج فتطلع عادي بس ما اعرفش هو زعلان مني ليه مع ان الكول حصلت لان هو جاب نتيجه فشلت هنا طلعت اهي النتيجه طبعا طلع لي ان الفايل ستيتس بتاعتك دي اوبجكت طبعا هو رماش الاوبجكت كله وقال لي هي اس فايل طلع لي ترو هو فايل واس فولدر طلع لي ايه طلع لي فولس كونسول مفيش حاجه مطبوعه هنا بالكونسول ماشي على العموم كده هو رمالي الفايل ستيتس بتاعتي ورمالي هو اس فايل ولا لا قال لي ترو واس فولدر ولا لا قال لي قال لي فولس ماشي. طبعا الاسلوب ده ممكن نقدر نتعرف على بعض المعلومات عن الفايلز بتاعتنا مفيش مشكله. هنعرف ازاي نكلوز الفايل والكلام ده مفيش مشكله خالص لكن دلوقتي احنا بس عرفنا جيت فايل انفو ازاي نجيب فايل عن الفايل انفورميشن احنا عايزينها.